السلام عليكم ورحمة الله. شاء الإله أن نلتقي بعد اشتياقي، نبض القلب بفرحة عند التلاقي. أحمد الله العلي مقسم الأرزاق، أحمد الله العلي مقسم الأرزاق. وثاق المحبة والأخوة خير وثاق، يجمعنا لقاء لنناقش أزمة أخلاق. مشاهدي الأعزاء في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. معنا ومعكم فضيلة الشيخ أيمن المصري القائم على البرنامج. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا بك يا شيخ محمد، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. مرحبا. معنا ومعكم فضيلة الشيخ أحمد عبد الحميد. أهلا وسهلا بك يا شيخ محمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، جزاك الله خير. مشاهدي الأعزاء، حلقتنا النهاردة قوية جدا، حلقتنا النهاردة خطيرة، بتناقش موضوع في غاية الخطورة، موضوع السحر. ناس كتير بتشتكي من السحر ومن الأعمال ومن الدجل ومن الشعوذة. حلقتنا النهاردة بعنوان ولا يفلح الساحر حيث أتى. بداية شيخ أيمن، ما هو السحر؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا العلم، صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله على من علم الدنيا السلام. في زمان اشتدت فيه الأزمات وكثرت فيه الآلام، موضوع فعلا أزمة حقيقية، بل أزمة تهدد المجتمع وتهدد الأسر المسلمة، بل وجميع الأسر في جميع أنواع الدنيا. السحر أخطر ما يكون. وإحنا طبعا النهاردة اخترنا الحلقة من كثرة الاتصالات والمشاكل والناس اللي عندها من الألم والتعب والوجع، يعني لا يعلم عنهم إلا الله أو بحالهم إلا الله. السحر بداية هو صرف الشيء عن حقيقته أو عن وجهه، صرف الشيء عن حقيقته، ده لغة. أما اصطلاحا عزائم ورقي، عزائم ورقي وعقد تؤثر في الأبدان، منها ما يمرض، ومنها ما يقتل، ومنها ما يفرج بين المرء، يفرق بين المرء وزوجه، يعني يوصل لحد الإمراض والقتل كمان. السحر أمره خطير وألمه عظيم. والله نسأل الله العفو والعافية، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمه بأنه هو حفظه من هذا الابتلاء، السحر أو المس أو الحسد، فليحمد الله وليعني دائما يشكر الله على ما هو فيه من النعم. لأن السحر منه ما يمرض، في سحر بالمرض، وأغلب أنواع السحر بتسبب المرض للشخص، بتتعب الأبدان، بتتعب الأجساد، في ناس طول اليوم في ألم، والسحر ملوش علاج، يعني لو خدت مسكن ابدا ما بيوقف الالم. يعني الدرجه دي يا مولانا السحر ليه اثر على الانسان؟ اثر كبير، اثر عظيم، بقول لك منه ما يمرض، يجعلك مريض، طريح الفراش، لا حول بالانسان ولا قوه، ياخد مسكنات مفيش، يروح لدكتور عشان يشوف علاج، ما عندكش حاجه، هو لا حول به ولا قوه. فعلا في ناس كتير بتروح للدكتور بشكي من كذا وكذا، يكشف عليه ويعمل تحاليل وكذا وفحوصات، يقول له ما عندكش حاجه. ليس له حل ولا دواء إلا بالرقية الشرعية، من كتاب ربنا ومن سنة نبينا القرآن والسنة، غير كده خد علاج، خد مسكنات، مفيش، الألم شغال، الوجع موجود، يبقى السحر منه ما يمرض ويقتل. في واحد لما أصل السحر يعني إيه؟ صرف الشيء عن حقيقته. يعني يا مولانا المسحور بيخيل اليه مثلا ان هو بيرى دم، بيشوف تعابين اكنها حقيقيه، وهو كله يخيل اليه، كما
زق الله تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نعم. أول مريض بيشوف أكيد بيشوف أشياء هي غير حقيقية، بس هو شايفها حقيقية. شايف تعابين، شايف أشكال مخيفة، شايف دم، شايف أي شيء قدام منه، فهو شايف حقيقة. ويقول اللي جنبه أو الأهل بيته يا جماعة أنا شايف كذا، أنتم مش شايفين؟ طب الصرصار ماشي على الحيطة، طب الفار، طب ده أنا شايف تعبان يا عم مفيش حاجة. يعني المسحور يرى ما لا يراه غيره، فممكن توصل بيه لحد أنه يقتل نفسه. نعم. تعب نفسي. نعم. تعبان، واخد بالك؟ وفي من السحر ما يقتل، بيتعمل سحر أنه يمسك آلة ويقتل بها نفسه. نعم. طبعا لازم عشان ناس، بس في ناس الموضوع بالنسبة لها بيبقى ما بتصدقش. لا، كل شيء بقدر الله. نعم. ركز معي في الحتة. نعم. دي يا شيخ محمد. نعم. هو لو واحد قتل نفسه، هو رب سبحانه أراد له أنه هو يموت كده. مش العين بتقتل، العين. نعم. الحق. نعم. والعين. نعم. تدخل صاحبها القبر. واحد ممكن يديك عين تموت. نعم. لكن كله في الآخر بنفس السلام حللك الإشكالية، قال لك إيه؟ بقدر، بقضاء الله وقدر. نعم. هو سبب أن أنت تموت كده. ففي سحر بيقتل، يخلي واحد يقتل نفسه. وفي سحر يفرق بين الرجل وزوجه، الرجل بين زوجته مشاكل لغايه ما توصل. وده مولانا اظن منتشر جدا موضوع ان ده اكثر انواع السحر. نعم. ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ده افضل شيء عند ابليس، ان هو يفرق بين الرجل وزوجته. ده افضل حاجه عنده عشان يدمر الاسر، يشتت الاولاد، يبقى في تفكك في الاسره. نعم. خلاص ده يشوف حاله ويشوف حالها، ومين اللي هيتشرط في الاخر؟ الاولاد. هل لو هي اتزوجت برجل اخر، هل هو هيقوم على تربيه اولاد غيره زي ابوهم؟ والعكس الصحيح. فاللي بيتعب هنا وينضر مين؟ الاولاد. ودي افضل حاجه عند ابليس، انه يفرق بين الراجل وزوجته. مولانا الشيخ احمد، ما هي الادله على وجود السحر؟ يعني في ناس مش مصدقين بالسحر، ايه الادله من القران والسنه على وجود السحر؟ بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفاءها، محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وعن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم على يد لبيد ابن الأعصم. نعم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ودلوا على هذا المكان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، فجاءه ملكان، دع واحد عند رأسه والآخر عند رجليه، وورق النبي صلى الله عليه وسلم، ودلوا على على المكان، وكان مكان السحر في بئر ضروان. نعم. وشفاه الله عز وجل. نعم. من هذا يعني السحر. حتى النبي سحر. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يبين لنا أنه بشر. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بشر، فيعني بيصيب ما يصيب به الإنسان بالضبط. سبحان الله. ماشي، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ أيمن، يعني السحر عشان يبقى ساحر إزاي؟ عشان نوصل لدرجة إنه يبقى ساحر بقى ومعاه جن ومعاه كذا وكذا، إزاي؟ إزاي ده بيتم؟ كيف يصبح الساحر ساحرا؟ نعم. نعم. يا ريت كل المشاهدين تركز قوي، عشان في ناس بتروح لناس غلط. نعم. ناس كتير بتروح عشان تتعالج، يقول لك انا راح للشيخ، هو في الاصل ساحر. نعم. دجال مشعوذ، وده ان شاء الله هنبينه، وهنبين ازاي اعرف الشيخ الراقي صح من الدجال او المشعوذ او الساحر. بص بقى ازاي الساحر بيصبح ساحر. ازاي؟ احنا اول حاجه ثبتنا من القران: ويتعلمون ويعلمون الناس السحر. نعم. يبقى في سحر. نعم. ده دي دراسة وفي علم اسمه علم السحر. تمام. عايز السحر، عايز يبقى ساحر، أو الشخص عايز يبقى ساحر، الأول بيقرأ في كتب. نعم. إزاي أحضر جني؟ في كتب كتير. شمس المعارف وغيرها. نعم. ومن الكتب المشهورة جدا، الناس حتى مفكرة كتب كرامات. وفي كتب كتير. نعم. كيف يعني تحضر جنيا، وكتب. نعم. كتير. نعم.
يا اما عن طريق هياخد الولايه من واحد ساحر وهيعلمه يعمل ايه على الطرق اللي هيعملها عشان يبتدي يبقى ساحر. فاذا كان كده او كده، المهم ان هو بيبقى عارف طرق ازاي احضر جني. عرف ازاي احضر، بيقعد قبلها ب 40 يوم على جنابه، 40 يوم على جنابه او نجاسه. لازم يبقى نجس او جنب 40 يوم، وبيقعد في مكان غرفه مظلمه او مكان كده زي صحراء او مكان خرب، اي بقى مكان مهجور ما فيهوش حد، هم الجن كده، ده مسكن الجن بيسموها هم الخلوه تقريبا. الله يفتح، هي دي الخلوه بقى اللي بيقولوا على الخلوه، عشان ايه؟ يجهز نفسه. 40 يوم الله يفتح، يجهز نفسه عشان يبتدي يحضر. 40 يوم على نجاسه في مكان خرب او مكان مظلم، ما يتحركش من مكانه، كل حاجته بيقضيها في المكان، اذا كان بول او راس او اكل، وما يقومش يتحرك يعمل يقضي حاجته في مكانه. لازم يبقى على يعني قذر، في وضع من القاذورات. خلاص بيستعد ال 40 يوم، قاعد منتظر، بيبتدي بقى في اليوم ال 40 بيعمل دايره. بيرسم دايره كده ويقف في قلب الدايره وماسك شمعه وعريان كيوم ولدته ام. عريان تماما. ويبتدي بيقول الطلاسم اللي قراها في الكتاب. الطلاسم اللي يبتدي بيه عشان يحضر له ايه؟ الجنية. اليوم ده بقى بيبقى اليوم المشهود، بعد ما يرسم الدايره وماسك الشمع ويقول الطلاسم بتاعته او العزائم اللي هو عشان يحضر الجنية، يبتدي يظهر له ابليس. طب وده فضلت الشيخ معانا اتصال الاستاذه منى. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن استضيف الشيخ؟ اتفضل يا فندم. اتفضل معاك فضيله الشيخ. لو سمحت يا فضيله الشيخ، اعرف ازاي ان انا عندي سحر ولا ما عنديش؟ حلم شفت رؤيه ان انا شعر طالع من بق ودم وورقه مطبقه. طب يعني ان شاء الله ماما هنعرف في علامات هنبينها ازاي اعرف ان انا مسحور، او لما تسمعي ان شاء الله العلامات هتبتدي تعرفي. لو عرفتي اتواصلي معانا ان شاء الله بعد البرنامج، وهنقول لك تعملي ايه، وهنقول لك على برنامج ان شاء الله قراني كده تعمليه، وان شاء الله ربنا يشفيكي. كنا بنتكلم في الطقوس اللي بيعملها الساحر. وصلنا اليوم ال 40 وصلنا اليوم ال 40 ماسك الشمع واقف قال الطلاسم بتاعته، منتظر الجن او رئيس الابليس الكبير بيبتدي يظهر، بيبتدي تعمل له حفله. حفله ومجموعه بقى من الجان، وهيوم ده عقد. ركز في الكلام ده يا شيخ احمد. يوم ده تحضروا الشياطين. طبعا عقد، تحضروا الشياطين عقد ان انا هبقى ساحر. وفي شروط. خلي بالك كده، هم بيعملوا له عقد وبيمضى عليه، وبعد ما يمضى بيبتدي يحتفلوا بيه. اول احتفال ابليس الكبير بيبصق عليه بصقه اللي هو التفل، يعني تف عليه. ودي بتيجي على اي موضع في جسمه بتفضل معلمه لغايه ما يموت، يبقى عامل زي المكان الجلد الميت. فاي واحده بقى متزوجه واحد عايزه تعرف او ازاي تعرف ان ده ساحر، تشوف جسمه، لو لقيت اي علامه كده جلد ميت يبقى ده تتاكد لك ان هو ساحر. دي علامه اللي هي زي الختم، بيبصق عليه بصقه ابليس، بتفضل معلمه في جسمه والمكان ده بيموت، مهما ان انت تشكه او تعمله فيه ما يحسش مات. بيبتدوا يحتفلوا بيه حاجات بقى يعني مريبه، ويبتدوا اللي يضربوا واللي وبيفعل الفاحشه مع جن منهم. للدرجه دي يعني توصل للدرجه دي؟ ما هو كفر ده كفر. السحر كفر. واحد بيشتري الدنيا عشان فلوس وباع الاخر، خلاص خد العهد والصق ومعاه عقد فعلا، بياخده وبيقولوا له تخبيه في مكان ما حدش يعرف مكانه. ده عقد ما بينهم. بيبتدي من هنا ابليس يسخر له مجموعه من الجن في خدمته، يقول له دولت في حوزتك، دول اللي هيخدموك. وقت ما تيجي تطلب شيء، عايز بقى يبتدي بقى يشتغل اعمال، يعمل واخد بالك اي شيء لاي حد، بيبتدي يقول الطلاسم بتاعته او العزائم اللي هم هيعلموها له. واخد بالك حاجات معينه كده، عشان اول ما يقولها يبتدي يظهروا له ويشوفوا هو عايز ايه والطلب بتاعه. وطبعا ده دايما لازم بيقع في محرمات وكبائر. كل ما بيقع في كبيره كل ما بيكونوا اشد طلبا في خدمته. بيبتدي يزني في المحارم، يزني بقى في الناس اللي جايه له.
وطبعا احنا هنتكلم عن ده لان في 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 ضحايا كتير سقطت في نساء كتير وقعت في الموضوع ده على ارض الواقع يعني شيخنا بيها او اتزنى بيها بسبب جهل هي مش فاهمه وقعت فريسه تحت هذا يعني الحقير الذي كفر واشرك بالله. يبتدي بقى خلاص هو كده بقى ساحر اي حد يجي له عايز حاجه يحضر الجن او مجموعه الجن اللي معاه يظهروا له عايز ايه طلبك كذا 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 يبتدي بقى يقولوا له اعمل كذا عشان نحقق لك طلبك او مرضك. هو من هنا بيبقى ايه اصبح ساحر. كلام خطير جدا يا مولانا اظن الناس كتير ما تعرفش الكلام ده. معايا اتصل هاتفي الاستاذ كرم. طبعا الحلقه النهارده حلقه مهمه جدا في اتصالات. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ كرم معاك. لو سمحت كنت عايز اسال فضيله الشيخ عن حقيقه الربط بين الزوج وزوجي. السؤال تاني لو سمحت. حقيقه الربط بين الزوج وزوجي. حقيقه الربط بين الزوج وزوجته. وزوجي وما ورد فيه من الكتاب والسنه. تمام. ان شاء الله نجيب على حضرتك. ماشي. ولا الشيخ احمد. نعم. ما هي علامات الساحر؟ يعني احيانا واحده رايحه تقول لي روح للشيخ فلان ده راجل ده راجل بركه سره باتا. تمام. واحيانا بيكون مشعوذ مش معالج ولا راقي. فايه علامات الساحر؟ ازاي تعرف ان ده ساحر؟ علامات الساحر اول شيء بيسال المريض اللي جاي له اول حاجه اسم الام. ما هو اسم الام؟ انت مالك ومال اسم الام؟ دي عشان يبدا يشتغل عليه. عجل فلان ابن فلان ده الله يفتح عليك. تمام. يبدا يتعامل معاه عن طريق الجن اللي معاه اللي موكل اللي هو شغال معاه يبدا يتعامل مع ايه مع الحاله ويبدا يتعب فيه. دي اول شيء. الشيء الثاني يبدا يكتب طلاسم ورموز معينه في ورقه وتبقى شكلها ليها كذا شكل. شكل مثلث، شكل مربع، ايا كان من هذه الاشكال. يقول له حطها تحت الوساده قبل ما تنام تفضل معاك او تفضل معاك في مكان معين. اللي بيقول عليها الحجاب. اللي بيقول عليها الحجاب معنى صح. عشان يفهم الناس عشان يفهم. اللي بيقول عليها الحجاب. تمام. تمام. ثالث حاجه دايما مكانه بيبقى قذر زي ما فضيله الشيخ ايمن قال مكانه بيبقى قذر وريحه البيت بتبقى ريحه غير طيبه وهو سبحان الله بيبقى على شكله كده باين ان هو يعني ما فيش فيه قبول خالص. تمام. رابع شيء اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ان الساحر دايما يقول مثلا ايه يوعد المريض يقول ان شاء الله لما تخف عايزك تذبح مثلا كذا شيء من شاه او اي شيء من او جمل او اي حاجه من هذه الاشياء. طبعا بيكون هو نذرها للجن اللي معاه وليس لله. فالمريض طبعا ما يعرفش شيء هذا الشيء. والنذر غير لا شرك. يعني شرك بالله. طب الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. فطبعا فدي شرك اذا دخلوا معاه في الشرك. ثالث شيء طبعا والحجاب نفسه اساسا شرك بالله والعياذ بالله لانه يعني علق قلبه بغير ربنا عز وجل ان الورقه دي اللي حافظاها. طب واين الله عز وجل؟ خامس حاجه بيبقى فيه بيدوه بخور او حاجات معينه يقول له ديت هرقيك بيها وهنعملها ويحضرها وشغل زي كده يعني. فهو دي كل ده علامات الساحر. نعم. جزاك الله خير. جزاك ربنا خير. مولانا شيخ ايمن ايه هي طرق عمل السحر؟ ازاي السحر بيعمل السحر؟ قبل ما اتكلم في طرق السحر انا هو بس شيء الشيخ احمد ربنا يبارك له بيتكلم على بعض العلامات. احنا عندنا جهل جامد قوي يا شيخ محمد. في ناس فعلا رايحه مش فاهمه. هو رايح عايز يحل مشكلته. واحده رايحه تقول له انا عايز زوجي يحبني يعمل لي اي حاجه عم الشيخ. اعمل لها حجاب عم الشيخ. خدي يا ست الحجاب ده بس حطيه تحت المخده وهتلاقي جوزك بيعشقك. هي مش فاهمه. احنا من البرنامج ده بفضل الله احنا كل همنا نعلم الناس ان ده شرك. وده كفر بالله لان انت بتستعين بغير الله. الغرض من برنامجنا ان احنا نعلم الناس من هو الله. وسنة سيدنا رسول الله. فيا جماعه اي حد ما يعرفش احنا عايزين نتعلم. ورجاء من كل اللي بيسمعنا دلوقتي على الشاشه رجاء انشر وسع النشر كل واحد يشارك الحلقه من بعد على اليوتيوب عشان تصل لاكثر عدد من الناس. في ناس كتير مش عارفه يا شيخ محمد. في ناس كتير بتتعامل هي عندها جهل بالعلم الشرعي. يا جماعه اي واحد بيتعامل بعيد عن القران والسنه ابعد وامشي ما تتعاملش معاه. هيحذرك ويخوفك ويرعبك ويقول لك انت لو ما جيتش او ما عمل ما هو في نساء بتتصل بيا. انا رحت للشيخ وقال لي ده انت معمول لك عمل سفلي ومش هيتحل العمل السفلي الا لما لازما يتفك بسفلي. يعني يا عم الشيخ يقول لا لازما انام معاك.
تروح هي خايفه أوه. انت انا لا ازاي يقول لها بصي أوه. لو ما عملتيش اقول لك علي انا مش هخليكي تهدري جبال ولا مفيش حل تاني ده انا هقول لزوجي أوه. وهو الجن اللي معاه يبقى معرف أوه. قال له على كذا سر من حياتها القديمه أوه. مثلا او اي علاقه او اي خطا هي فعلته يبقى ماسكها عليها ذله فبتضطر ان هي تخضع ليه وتلبي طلباته نعم. بتعمل المحرمات نعم. والكبائر عشان هي مش فاهمه نعم. ارجعي روح لزوجك وعرفيه الحقيقه قولوا له لا الراجل ده انا رحت له غلط ما تخافيش احسن ما تقع في الرذيله والفحشه وتقي وتيجي بعد كده تقول يا ريتني زنا وفي نساء كبيرة. كتير في نساء كتير فعلا بتقع في شراك الساحر يعني نساء كتير وقعت في هذه لا حبيبي الساحر ده لا عهد له ولا دين نعم. واحد كفر بالله احنا دلوقتي على الطرق ده واحد عشان يوصل لنبقى ساحر يا اما بيلبس المصحف في رجله ويدخل بدورة الميه يا اما بيتوضى باللبن يا اما بيكتب بيعمل السحر بتاعه بطريق دم الحد بيكتب بالقران او يكتب ايات القران على جسم المريض شوف الاهانه بتاعت دي اهانه للقران والمريض غلبان مش فاهم يا عم ده ايات اهو او يكتب ايات على ورقه يقول له حطها ايات بالمفرطه ويبقى كاتب ما بينها كده بقى الطلاسم بتاعته اللي محدش فاهمها ويجي يكلم اهو ده قران اهو يا عم غلط الرقيه بيقرا عليك رقيه شرعيه واحاديث نوويه بيرقيك واخد بالك غير كده لا اوعى تتعامل معاه واحد تروح له يقول لك اقف طب بص في عيني يخلي المريضه تبص في عينه واساسا النظر الى النساء لا يجوز ونهى القران عن وكل النساء يغضضن من ابصارهم وكذلك وكل الرجال يغضوا من ابصارهم لازم تغض البصر ازاي تقول لها بص في عيني عشان يعرف حاجه طيب يخلي المريض واقف وقف طب لو فيك سحر ارفع ايدك اليمين او مثلا صباعك اليمين يتحرك او لو فيك سحر يتقدم لقدام خطوه الجن اللي معاه يروح زائق او عامل الحركه الارضيه في الانسان ففعلا يحس ان هو في حاجه يبتدي يقلق كل ده شرك انت بتتعامل مع واحد دجال بتتعامل مع واحد نصاب بتتعامل مع واحد بيتعامل بالجان بالجن اجري اوعى تتعامل معاه موضوع ارفع ايده اليمين والشمال ده منتشر جدا طبعا ده شيخ الله اكبر يا حبيبي دلوقتي على القنوات يقول لك رد الحبيب ورد المطلقه ومش عارف قلب الرزق مش عارف ايه وايه والشيخه خديجه المغربيه يا عم مغربيه ايه احنا عندنا قران يا جدعان وعندنا سنه هتبعد بعيد عنهم هتضيع اي واحد بيروح لدجال والله ما بينفع ممكن في اول شهرين ثلاثه تلاقي الدنيا كويسه الجن اللي معاه بيسكن الحاله او ايه ما بيتعامل بالحرام بعد شهرين ثلاثه تبتدي تظهر على على على, على الشخص اللي راح له بقى حالات التعب والجن بيبتدي يقفر عليه هو في الاول بيفرح عشان الفلوس وبعد كده لما تتعب تاني تعمل ايه تروح رايح له تاني وتدي له فلوس تاني وشهرين ثلاثه وتتعب تاني تروح رايح له تاني هو شغال عشان فلوس واحد باع الدنيا يا شيخ محمد باع الدنيا عشان باع الاخر عشان يشتري الدنيا فكل هم الفلوس هتفضل بقى شغال عليه رايح جاي رايح جاي وهو لا شيخ ولا يعرف حاجه عن الرقيه وده معلش انا اسف يعني هضيف نقطتين مهمين جدا ذكرني بهم الشيخ ايمن ربنا يحفظه ويبارك في عمره ان هو برضه من ضمن علامات الساحر مهمين جدا ان الساحر دايما بالنسبه للنساء بيحب لما واحده مثلا يقول لها مثلا راحت تتعالج عنده طبعا ان هو مثلا راقي وحاجه زي كده فيقول لها تعالي لوحدك وفي ايام معينه طبعا بالنسبه للعلاج بالرؤيه الشرعيه في اي يوم اذا ده عشان بيتعامل مع النجوم والكلام زي ما حضرتك عارف يا شيخ ايمن دي نقطه النقطه الثانيه بيبدا يقرا على المريض او على المريضه ويبدا هو في وهو بيقرا قران يقول بعد تماتم كده معينه في نص الايات وبيقراها نعم. يعني كلام ليس مفهوم دي برضو بتبقى تلاتم من التماتم من الايه من الجن اللي حضرهم يعني على المريض نعم. وكده بس هو الجن بيبقى مصرح له ان يقول بعض الايات في الاول نعم. عشان يحسس المريض او يحسس الحاله اللي عنده ان ده راجل تقي اول ما يقول مثلا ايه او بتاع يبتدي يقول كلام مش مفهوم نعم. في الحته دي افهم ان ده مش معالج مش ولا راقي يا مولانا الراجل مش عاوز او الساحر ممكن يقرا ايات برضو في الاول لان في هم مصرحين يقول لك بيقرا قران اهو الله يفتح عليك اول ما تلاقي لسانه بقى بيتمتم بكلام مش مفهوم تبتدي تعرف ان ده كده ايه ده ساحر نعم. دجال اوعى الشيخ المعالج او الراجل اللي انت راح له نعم. رايح له عشان يعني الموضوع كبير عندك وانت مش قادر ان في الاول وفي الاخر كل واحد راقي نفسه وهنعرف ازاي ارقي نفسي نعم.
لكن لو الموضوع كبير او مش خلاص مش وصلت لمرحله مش قادر، بروح لواحد بقى الشيخ اللي هو المعالج او اي واحد طقي بفضل الله يعالج، لان هو بيقرا قران. كل ما يبقى الانسان طقي القران بيأثر كويس في الحاله وبتشفى باذن الله. لكن احنا كلنا اسباب لبعضين. فيتمتم بقى بكلام يقول حاجات مش مفهومه، ابتدي اعرف ان ده انسان مش طبيعي، انسان غلط. ودايما الساحر او الدجال شيخ احمد يا شيخ محمد بيقعد في مكان غريب، تخش عنده كده مكان غريب، تحب الخلوه ده تلاقي فيه بخور، تلاقي فيه حاجات غريبه. لكن الانسان التقي بيبقى معروف كده، تخش بيته او تخش بيستقبلك في المسجد، واخد بالك، معروف. ودايما الشيخ بيبقى معروف بين الناس، بيصلي الخمس صفوف في المسجد. ركز في الكلام ده. معروف بعلمه وصلاحه، مشهور بين الناس ان هو اخلاقه حميده واخلاقه جميله. معروف عنه ان هو بيتاسى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الثاني الدجال او المشعوذ او الساحر ما بيصليش الا نوادر، لما بيعدي بالصدفه والاذان ياذن ايه يقول اخش اصلي عشان محدش ايه يشك فيا. وبيصلي على جنابه، ما ينفعش يصلي وهو طاهر، خلي بالك من الحته دي. فدايما الراقي هو على طول مواظب على الصلاه. التاني اللي انا رايح له ده هيبان، بيبان على الهيئه، شكله، سمته، طريقته، واخد بالك، حركاته. فخلي بالنا يا جماعه، انا اي واحد احس ان هو في حاجه غلط، بخور اشتغل ويرمي البخور، اعرف ان ده دجال. اجري انا كده هبتدي اخش، انت كده هتبقى مشرك، هتشرك بالله، ده سحر. في نقطه ثانيه يا شيخنا، لما اجي نخش عليه طبعا بسحره، يخش عليه مثلا الشيخ ايمن جاي ليا، يقول لك انت عندك كذا وكذا 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 وكذا. احسنت. طب انت سبحان الله، انت ايه اللي عرفك؟ اذا اللي بيشتغل من الجن اللي معاه على الكريم بتاع الشيخ ايمن. هو بعد عشان الناس تفهم، المشاهدين يفهموا الحته. تمام. الله يفتح. اول لما تقعد منه يقول انت اسمك فلان وجاي لي عشان الحاجه الفلانيه، يبقى عارف حاجات القعده. الله بركاتك يا عم الشيخ، بركات ايه يخرب بيتك، بركات ايه. ده واحد معاه جن عرف حاجات حصلت منك، او عارف اسم زوجتك او اسم امك. صحيح. فده ما ده تخاف منه، لانه لا يعلم الغيب الا الله. نعم. الله. فيروح قاعد يقول لك انت كذا وحصل لك كذا، او زوجتك حصل لها كذا، او بيتعمل لها كذا. نعم. ده تخاف منه، يقول لك بقى صوره، اديني صوره، هات لي مش عارف ايه، الطير هنذبحه، حاجه من قطر او في البلد او من قطر. في بقى حاجه ثانيه مهمه، انا مثلا كراجل معالج بيجي لي مثلا حال في علم بقى للرقي. نعم. انا بقعد اسال المريض ايه اللي بيحصل لك، زي اي طبيب انت بتخش له. نعم. بيعمل الطبيب قبل ما بيقوم يكشف على طول؟ يكشف. لا، بيسالك ايه اللي عندك؟ والله الالم في الحته ديت، او مش عارف الم في ظهري. فبيقول لك طب الالم دوت بيسمع لك مثلا في الحته الفلانيه، او بيحصل لك حاجه فلانيه. فانا كراجل معالج بقعد قدام الحاله، اروح اقول له انت ايه اللي بيحصل لك؟ يقول لي مثلا في مشاكل بين زوجتي، ما بجزع الجماع وما بطقهاش ولا بتطقني. انا كده بعرف احدد ان هو عنده سحر اسمه سحر التفريق. تمام. معمول له سحر تفريق. فبقول له طيب، يبقى انت كده حياتك دايما في مشاكل، ضهرك بيوجعك، رجلك بتوجعك، انا ما عارف الاعراض بتاعته. هو السحر انواع اصلا، وكل سحر ليه اعراض. انا بس بتكلم في نقطه معينه. عشان في بعض الناس بتفهم غلط. انا ممكن اقعد اشخص حاله، عرفت عنده سحر كذا. فانا عارف اعراض سحر سحر التفريق مثلا، عارف اعراض. فبقول له طيب بيحصل لك وجع في ظهرك كذا، طب بتيجي في الجماع بيبقى انت مش طايق مراتك او بتشوفها بشكل قبيح، او العكس هي بتشوفك بشكل قبيح. يقول لي فلما يسمع مني الحاجات دي يفتكر ان انا، يقول لي ايه يا عم الشيخ انت معاك خدمه. خدمه ايه يا عم؟ ده بقى ده علم. انا سالتك الاول. نعم. وعرفت ايه اللي عندك، فبحدد وشخص الحاله. نعم. فبعرف اعراضها. ده بقى راجل، ده العلم بقى. الله يفتح عليك يا شيخ. ده العلم. ففي ساعه بقى يقول يا عم ده انت بركاتك عليا، يا عم بركات ايه يا عم؟ ده علم. انا عرفت ايه اللي عندك، فعرفت ايه الاثر او ايه الاعراض اللي بتيجي عليك. فعشان كده بقول لك بيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. انا كده حددت الحاله وعرفت عندها ايه، عشان بفضل الله اعرف احدد العلاج والايات اللي هقراها عليه. نعم. جزاك الله خير. فضيله الشيخ احمد، زي ما الشيخ ايمن وضح، احيانا بيحصل لبس عند البعض بين هو ده معالج او يقول لك معاه خدمه مثلا او كذا او مش عاوز. فايه الفرق بين المعالج الشرعي وبين الدجال او الساحر او المشعوذ؟ المعالج الشرعي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه بالنسبه للمعالج الشرعي، اول شيء سبحان الله العظيم، اول حاجه بيطلبها من المريض ان هو يكون يجيب معاه محرم. لو ست ولا هات معاك المحرم معاك، ابوها اخوها اي حد، اولادها يعني. لا استحاله. نعم. وذلك لما بيجي لي حالات برفض تماما ان مفيش حد يجي معاها الا يكون اهلها يكونوا معاها، غير كده برفض الحاله على طول. نعم. دي اول شيء، دي من نسبه لعلامات. ثاني حاجه بيذكر بربنا عز وجل، بيكون اللبس بتاع لبس يعني
في وقار وكده واحترام هاشم، يعني ما يكونش شيء من جسمها باين. بيبدا يتعامل معاها بالسواك على راسها، ما يلمسهاش خالص، ممنوع، استحاله طبعا، ما ينفعش. دي دي بيبقى شراكه اساسا، دي بيبقى دجال او بيبقى ساحر. بيبقى في مسافه بينهم من بعض. بيبدا يقرا ايات من القران الكريم، ايات واضحه وقران واضح، مفيش تماتم ولا في اي شيء من الاشياء من هذه. لو طلبت مثلا، لو احتاجت اي شيء بيدي لها حاجات طبيعيه معروفه، يعني مثلا مسك، ده عسل، حاجات معينه، حاجات طبيعيه معروفه، يعني ما فيش حاجات ما يعني ايه غامضه، يعني حاجات كلها معروفه وكلها رؤيه بالشرعيه، حاجات لا تخالف الكتاب ولا السنه. بيذكرها طبعا، بيذكرها بالاذكار الصباح اذكار مساء، الصلاه في وقتها، الاستعانه بالله، واحنا ناخد بالاسباب والشافي ربنا عز وجل. دي بالنسبه للمعالج. اما بالنسبه للساحر طبعا فرق كبير، بيسأل عن اسم الام كما ذكرت، ويكون في خلوه مع بعضهم، واللهم صل على محمد، مكانه بيكون قذر زي ما الشيخ ايمن قال، ريحه كريهه، بيأمرها بحاجات مش كويسه، ممكن يكتب على جسمها زي ما في حالات جات له قبل كده. يعني في حالات جات له قبل كده واحده وكان جاي اهلها معاها وكده، فقلت لهم ايه؟ قال ده كاتب على جسمها. قلت له طب انت سمحت ازاي لنفسك مع الاسف الشديد؟ كان هو زوج، يعني زوجها. قلت يا راجل ده حتى يعني استحي، زوجها سمح للمشوزه صاحب مكتوب على جسمها، رب الكعبه حصل. بالفعل انا والله يعني بكيت، بقول له ليه حرام عليك اتقي الله، انت عملت لي كده؟ فين النخوه يا اخي الله يهديك؟ فين الاسلام وفين الدين؟ وخلاص يعني سبحان الله العظيم، وكتب عليها جسمها من فوق لتحت، من عند الساديه لحد المنطقه اللي تحت لحد الرحم، والعياذ بالله، بين وركه والكلام ده بتاع، يعني منظر يعني حاجه تشايب العقل. وقصه ثانيه اذكرها برضو خاصه بالموضوع، برضو عشان باكد على الموضوع، لان الناس كتير بتقع وبيجي لها حالات كتير بيقع فيها في نفس القصه عن الشيخ ايمن. برضو واحده سبحان الله العظيم من مكان ما، برضو واحده صدقتها قالت لها تعالي، كانت معمول لها وقفه حال تعطيل، يعني لما تتزوجش خالص حاجه زي كده، تعطيل عن الزواج، يعني تعطيل عن الزواج بالظبط. فطبعا سبحان الله العظيم، فخلت بعضها وجات لي وبتاع وكده، قلت لها ايه اللي حصل؟ قالت ده واحده صاحبتي خلتني وودتني لواحد شاب دخل عليها وراح يحضر عليها. طبعا هو سفلي، يعني هو اساسا بيحضر سفلي ونجاسه، شغله نوع من انواع السحر اسمه السحر الاسود. فطبعا لما اتعامل معاها طبعا حصل اغتصاب لها، وفضى شيء بكار والعياذ بالله، ودمر حياتها. قلت لها طب انت جايبه ايه اللي انا اعمله تاني يعني مع الاسف الشديد؟ فدي من ضمن الحاجات اللي يعني بتحزن، ازاي يعني الدين امرنا بكل حاجه معروفه، يعني كل حاجة معروفة من الكتاب ومن السنة، ازاي اللي انا اروح اعرف بين الساحر وازاي اللي انا اعرف المعالج؟ وللاسف ضحايا كتير بيقعوا في شراك الساحر زي ما قلنا قبل كده، يعني انت ذكر كم حالة، فللاسف يعني حتى ممكن واحد اصلا زوجها يبقى موافق، يبقى عارف ان الساحر مع الاسف الشديد يعني يكتب على جسمها زي ما كتير موافق، يعني معاذ الله، يعني نعوذ بالله، يعني نقول دياسة مثلا، يعني زي زوج يقف على حاجة زي كده. نعم نعم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن النار الديوس، قالوا ما الديوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه. نعم لا يدخل الجنة. نعم لا يدخل الجنة جنة ديوس. نعم جزاك الله خير. وجزاك. مولانا الشيخ أيمن، إيه هو أخطر أنواع السحر؟ طبعا في، أنت حضرتك قلت من شوية في كذا نوع من أنواع السحر. ما اتكلمناش على أنواع السحر. أنت سألتني سؤال ما جاوبناش عليه، اللي هو طرق أو أنواع السحر إزاي كيف. تمام. السحر أنواع. نعم. وكذا طريقة. نعم. كل ساحر له طريقه معينه. نعم. صحيح. بيتعامل بيها في طريقه الاقسام. نعم. ده بيفضل يقول الطلاسم بتاعته اللي هم علمها له، ويقسم على الجان. نعم. ان هو يلبي له، واخد بالك، اللي هو عايزه. نعم. دي اسمها طريقه الاقسام. الاقسام. في طريقه الذبح، لازم اي حاله هتجي له او اي واحد مريض هيجي له او اللي هو يعني راح عشان يعمل عمل او ايا كان، هيقول انا عايز نوع طائر معين بصفات. نعم. معينه. صحيح. وغالبا بيبقى طائر يعني لونه اسود. نعم. يقول له عشان نذبحه. هو الثاني بقى الحاله بقى غير بقى ان هو بيتقرب الى الله، بيذبح. نعم. حاجه لله. نعم. وانت لما تذبح حاجه لله هتذبح فرخه ولا هتذبح حمامه ولا ديك؟ نعم. ولا لا؟ صحيح. انت اقل حاجه شاه. نعم. فانت لازم تبقى فاهم وعندك عقل وليك ادراك. نعم. دي اسمها طريقه الذبح. ده دايما طريقته ان هو يقول لك هات حاجه عشان نذبحها. ما احنا بيقولنا ان ده شرك، شرك بالله. طبعا. نعم. طبعا. انت بتذبح لغير الله. نعم لفت عليها. واخد بالك؟ ما انت عشان تذبح لله مش هينفع اقل من شاه. نعم. انت هتروح تذبح ارنب وتقول له لا، انت بتنظر نادر اقل حاجه شاه. صحيح. واخد بالك؟ دي الطريقه اسمها طريقه. نعم. الذبح. في طريقه طبعا طريقه التنكيس.
التنكيس. تنكيس القرآن. ما هو التنكيس؟ كاتب القرآن من مثلا صورة جايب من ورا من الخلف للأمام بيعكس. يعكس آيات يعني. يجيب آيات من الآخر اللي يكتبها وبعد كده يروح جايب من الأول. دي طريقة. دي طريقة التعامل معاه مع الجن بتاعه. عشان تيجي تعمل أي عمل عشان يلبي لك طلبك اللي أنت عايزه يكتب آيات بالتنكيز. يبقى دي طريقة اسمها إيه؟ التنكيز. في طريقة اسمها التنجيم. اللي هو زي ما الشيخ احمد قال عن طريق نجم. لازم تروح له في ايام معينه يقول لك لازم تجي لي في يوم كذا وكذا وكذا عشان اعمل لك اللي انت عايزه. ده بيبقى عامل شغله مع نجم معين. والنجم ده مثلا ما بيظهرش في الشهر مثلا الا يومين ثلاثه. كله شغله في الكام يوم دول. واخد بالك ان هو بيتقرب الى هذا النجم. وطبعا برضك عن طريق ضلال من الجن. بيسموه سحر كواكب النجوم. الله يفتح عليك. واخد بالك زي اللي هو احنا بنشوف الحاجات دي كتير على التلفزيون. طبعا نسال الله واحنا قبل الحلقه استعنا بالله ان احنا مش هنتسف حالنا. في كتير دجالين مشعوذين هيتعبوا من اللي احنا بنقوله. لان احنا بنوجه ناس كتير لطريق الخير. فاكيد بس احنا استعنا بالله. اللهم يا رب استعنا بك ان تكون وكيلنا او وكيلنا بيننا وبين هؤلاء. وان تنصرنا وتنصر الحق. لان احنا بنبلغ عن الله وبنبلغ عن سيدنا رسول الله. في طريقه ثانيه النهارده حلقه الفتح الصحراء يعني فتح الساحر. نسال الله يعني ان ناس كتير يا رب كله يشير الحلقه عشان نعرف الناس. ما تروحش الناس دي هتدمرنا. ده خطر على الدوله قبل الاسره. هي بتبتدي خطر بالاسره والمجتمع ثم خطر على الدولة. صحيح. لأن الفحشة هتنتشر. نعم. المصائب هتنتشر. الطلاق هينتشر. كل ده هيبقى على مين؟ على الدولة. نعم. احنا دلوقتي أكثر نسبة طلاق في العالم في مصر. نعم. عندنا أكثر من 4 مليون مطلقة. نعم. الموضوع كبير يا جماعة. فنخلي بالنا. دي طريقة. في طريقة الكف. تروح لواحد يقرأ عن طريق الكف. نعم. والفنجان. كل ده يا جماعة دجل. في ناس مولانا العراف ده واحد معاه جن اسمه جن العراف. اللي انت بتقعدوا تدمنها بتقرا لك الكف او بتقرا لك الفنجان ده معاه. دي معاها جن. بتقعدي تروح الجن اللي معاه اخبارها حاجات انت عملتها في حياتك. بيخبرها ازاي؟ بيعرف عن طريق قرينك اللي معاكي. بيعرف حاجات انت عملتيها. فلما تروحي قايله لك على حاجات وبعد كده تبني هي حاجات وهميه بقى على الحاجات اللي هي عرفتها. ده انت هيحصل لك في المستقبل كذا وكذا. فانت عشان هي قالت لك حاجات حصلت فانت صدقتيها او انت صدقتها. فيزود بقى هو من عنده. ده دجل. نعم. يا جماعه ما نقعدش. انا لسه بيقول من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول. نعم. فقد كفر بما انزل على محمد. نعم. قد كفر. لانه لا يعلم الغيب الا الله. نعم. انا المستقبل ده وحد المستقبل في علم من؟ في علم الله. نعم. يبقى طريقه الكف. في طريقة الأثر بقى اللي هو الأثر. عايز مثلا واحدة تروح لشيخ. ودول أغلبية النساء هم أغلبية اللي بيروح. زي مثلا واحدة بتتصل بيا. شيخ أنا واحد كان بيحبني أو بحبه ومرة واحدة سابني وأنا مش قادرة. طبعا أنا عايز أعمل له حاجة خليه يجي راكع. تلا ماما تحدى لك دي بتتصل الدجال. قالت لي واحدة صاحبتها قالت لي عالي ده أنا هوديك الواحد شيخ إيه مية مية شيخ هيعمل لك الشيخ. قالت لي هيعمل لي بقى حاجه يخليه يجي لي راكع. فانا عشان عارفاك قلت انت اولى. قلت لها لا يا ماما انا اولى ايه؟ ده انت هتوديكي لواحد كافر. هتوديكي للكفر بعينه. قالت لي يعني. قلت لها اوعي. داعي امره الى الله وفاضي امرك الى الله وقولي حسبي الله ونعم الوكيل. اوعي. ادي طريقه الناس. هتروح لشيخ هتقول له انا عايزه فلان ده مثلا واحد طلق واحده. انا عايزه بقى انتقم منه. او كان مثلا واحد خاطب واحده وسابها. نعم. هي عايز تدين منه وتدمر له حياته ايا كان بقى. اسكي على كده مشاكل كتير. تروح رايحه للدجال بالشيخ بقى هو دجال. يقول لها هاتي حاجه من اثره صوره. نعم. منديل فلنه اي حاجه من اثر من ريحته. ليه بقى؟ عشان الجن يشتغل عليها يشم الريحه. لان كل انسان ليه ريحه معينه. نعم. وكل واحد ليه شكل. يا اما الجن هيشوف الصوره يقول له هو ده اللي انا عايز اذيه او اثر بتاعه ريحته. الجن يفضل يلف لغايه ما ايه يروح على الريحه بتاعته. نعم. عشان ينفذ مهمته ان يؤذي الشخص. اهم من كل هات صوره الشخص نفسه. يبقى دي طريقه اسمها طريقه. ايوه. نعم. ده كل ده اثر. اي حاجه من اثره. صوره فانيلا شراب قميص اي حاجه من اثر. شعره من جسمه. دي طريقه الاثر. الطريقه بقى الاخيره ودي اشد انواع الطرق طريقه الطريقه السفليه. وده اخطر انواع السحر هو السحر الاسود. ده بقى بيتعمل يعني اشد انواع السحر. وده دايما اصحابه بيتعبوا جدا منه.
نسأل الله العفو والعافية والسلامة لكل المبتلين. السحر السفلي ده بقى زي ما اقول لك كده عشان الجن يلبله طلبه الساحر يخش لابس المصحف في رجله اعزكم الله يخش بدورة المية او يقول لها تدم الحيض بتاعك ويكتب ايات القرآن بدم الحيض يكتب ايات القرآن بالقذرات بالفضلات اعزكم الله كفر كفر يتوضى باللبن يسجد للجن دون الله من دون الله عشان خاطر الجن بقى يعمل له بقى هو السحر الفتاك اللي هو السحر اللي بنقول عليه السفلي زي ما الناس كتير انتشرت واللي بيروحوا يفحطوا ويدوروا مش عارف يقول لك انا لازم اجيب واحد مغربي واحد سفلي يخرب يا جماعه ضيعوا ناس باعت بيوتها وباعت املاكها وناس اتدمرت واحد نمع زوجة واحد عشان خاطر يا جماعه في بلاوي اتقوا الله حرام عليكم لا لن ننال ما عند الله الا بطاعتي انا عايز رزق والله ما يجي لي الا بطاعه الله بالقرب من الله اجيب واحد يقول لي بخور وهات واعمل وندبح ويلا ايه ده ايه ده ايه اللي احنا وصلنا له ده ايه اللي احنا ايه الحاله اللي احنا فيها دي ازمه المفروض الدوله يبقى لها وقفه فيها لان ده عبء على الدوله دي بتزود الدوله عبء فنسال الله يعني السلامه وكل واحد يا ما خلي باله خلي بالك ما تروحش لاي حد وخلاص اسأل عن واحد معروف بعلمه معروف بأخلاقه دايما في المسجد معاك بيصلي عشان اروح استشيره يفيدني واحد معروف ان هو بتعلم دارس راجل ازهري راجل درس في معاهد دينية معروف عنه سيرته معروفة الذاتية مش اروح لواحد مش معروف وشكله غريب والأوضة اللي انا داخلها غريبة او الشقة شكلها غريب اجري اجري بيقول لك استاذ سمعت انه ما شاء الله سر رباتة يعني بيقول لك حاجات حصلت في حياتك و ايوه طب ما هو معاه جن بيعرفه معاه جن بيعرفه كل شيء فيخليك انت بقى تتوهم تحس ان انت دخلت عند واحد ايه الشيخ العلاق ده سر رباتة وانا ذكرنا لا اله الا الغيب الا الله عز وجل فخلي بالنا ونسال الله العفو والعافية امين يا رب جزاك الله خير اظن بعد اللي فضلتك قلته الناس اللي بتسال هو ليه حد السحر في الاسلام القتل انه يقتل السحر اظن بعد انت قلت يعني لا مفيش بعد يعني كفر ليس بعده كفر يعني نعم شيخنا اتفضل شيخنا الحبيب ما هي اعراض السحر ايه اعراض السحر اعراض السحر اول حاجه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الم اسفل الظهر نعم صداع متواصل او متقطع نعم وهناك الصداع ما يكونش عضوي انا كلام واضح نعم لان في الصداع سبب بيكون سببه ساعات اوقات انيميا انيميا حاده او التهابات في الجيوب الانفيه او التهابات في الاوضه الوسطى او شيء ما تشابه ذلك لو ما فيش اي حاجه من الحاجات دي كلها يبقى دي عارض من اعراض السحر اللي هو زي ما قلنا الدكتور يقول لك انت ما عندكش حاجه بالظبط الله يفتح عليك تمام تاني حاجه ممكن يبقى في نزيف عند الست او اضطرابات في الدوره الشهريه في شرود ذهني توتر وقلق وخوف ويشوف في المنام اموات يعني شوف اموات وفي مقابر وشوف عزكم الله كلاب حيات تعابين وما تشابه ذلك يعني الرؤى احيانا بتدل على السحر برضه طبعا امال ايه تجيب في سحر في تعابين بالذات خصوصا التعابين في المنام او بيعمل على حاجه من فوق لاسفل بيعمل على حاجه عاليه لاسفل الارض دي برضو من ضمن اعراض السحر واللهم صل على سيدنا محمد والكسل والضيق الشديد بدون اي سبب في كسل وفي خمول يوم من النوم عايز ينام ثاني حاسس جسمه مش نشيط بيجي ساعة الصلاة بالذات بتلاقي فيه ثقل وتلاقي إذا يكون شايل حاجة على ظهره تمام وفي ضيق شديد في الصدر مش بدون أي سبب وبكاء ويحب دايما الانطواء لوحده يبقى يقعد دايما لوحده ويحب الانطواء وخصوصا في الضلمة ويبكي ومش عارف بيبكي ليه ويحس إن هو مخنوق مش طايق نفسه مش عارف هو مخنوق ليه خارج البيت بيكون كويس جدا ويخش البيت سبحان الله تحس أكنه قاعد في ولعة والعياذ بالله هو لو عرض أو أكتر من الأعراض دي عند حد فهل يدل فعليا على وجود سحر ولا ممكن يتشابه مع مثلا مع مس او حسد يعني ورد ان عرض من الاعراض دي يتشابه مع حاجه تانية غير السحر مس مثلا او حسد أو بيتشابه طبعا بس بالنسبه للعين والحسد بيبقى لا اعراض ثانيه خالص مختلفه عندي خالص قد يتشابه في بعض الاعراض الله يفتح عليك تشابه في بعض الاعراض وبالنسبه للنساء بيبقى في تساقط في الشعر اللي تقول لك ايه الست تقول لك ده شعر ينزل بطوله زي ما بيقولوا يعني بالعاميه فهو دي ضمن اعراض السحر وقف حال يعني ما فيش توفيق في شغله فيش توفيق في الحياه
تبص لها كل ما يجي يتقدموا يعملوا اي شيء في خطبه في اي حاجه بص تلاقيها تفشل. طبعا كل ده بعد قدر الله عز وجل، يعني كل ذلك بعد قدر الله عز وجل، ولكن ده سبب بس مش اكتر. احب بس اضيف اضافه شيخ محمد عايز اتفضل. احنا قلنا السحر هو صرف الشيء عن حقيقته. كل ركز معايا مشاهدينا الكرام عشان مش عايزك تعلق كل حاجه ان انت مسحور او تعلق كل حاجه ان انت محسود. لا، يعني ايه صرف الشيء عن حقيقته؟ انت كنت طبيعي جدا ومره واحده لقيت حياتك اتحولت. غالبا اللي بيعملوا سحر بيبتدي يهجر الطاعات، مش عايز يصلي ولا عايز يصوم ولا عايز يذكر ربنا، بعد كل البعد عن يعني انت كنت طبيعي ومره واحده لقيت حاجه في حياتك اتحولت. انا كنت ماشي وناجح في حياتي وبكسب وتمام، مره واحده شغلي وقف وحلت وبعت اللي حلتي ابتدي اقلق بقى واشك. لكن مش اول ما يحصل لي مطب اقول ده انا معمول لسحر. لا لا لا، انت الحاجه فعلا حياتك اتحولت من شيء لشيء. نعم. عايش بسلام والدنيا زي الفل، مثلا بنتك او ابنك كان ناجح جدا وشغال في حياته ناجح وجيب درجات عاليه، مره واحده مش عايز يروح المدرسه او الكليه او 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 مش عايز يذاكر، ففي حاجه غريبه جدت اهي. نعم. كده الموضوع اقول في 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 ان واحد جاله اعراض تعب ومرض، الاول واخد الاسباب يروح للطبيب. نعم. الطبيب البشري، الطبيب قال لي اعمل مثلا تحاليل، اعمل فحوصات، اعمل اشعه، عمل ومفيش اي، يقول لك ده انت مفيش حاجه، انت كل حاجه قدام مني كويسه. ركز يا شيخ احمد. نعم. الالم بتاخد له مسكن ما بيأثرش. نعم الله يفتح عليك. لان الالم السحر مهما تدي له مسكن ما ما يقفش. صحيح. في الحته دي تعرف ان انت مسحور. يعني مثلا حياتك اتحولت بالفعل. نعم. انت كنت طبيعي، حياتك اتحولت لاتجاه تاني خالص. نعم. مره واحده نفسك هتقول ما تعالى، كان انا عمال تبكي خايف. نعم. حاجه جديده، رحت لطبيب نفسي قال لك انت ما عندكش حاجه، انت كل شيء زي التمام. في الحته دي اعرف ان انا محسود او مسحور. نعم. واخد اخذ الاول الاسباب اروح للطبيب البشري. نعم. لان ممكن يبقى الوجع اللي عندي ده مثلا وجع في ظهري، وجع يبقى اعراض عاديه. نعم. فالناس ما توهمش نفس الوهم ده وحش. صحيح. وان عرفت ان انت عندك اعراض السحر زي ما بقول لك كده، واحده مثلا الاقي واحده بتصل بيا، انا بنتي جالها ثلاث عرسان وترفضوا، يا عم الشيخ ده بنا عليها معمول لها سحر. يا ستي مش من مرتين ثلاثه يعني الكلام ده، لما تلاقي الموضوع باستمرار ويبقى حاجات فعلا، في حاجات الجوازه خلاص ماشيه وتمام ووقفت. حصل اي حاجه، لكن مثلا هي هو مش عاجبها، مش مفيش توافق ما بينهم مثلا فكريا او توافق ماديا، ما تقوليش بقى ما تعلقيش موضوعك على السحر. لا، الكلام ده اللي بيحصل كتير. نعم. ويبقى فعلا خلاص الجوازه هتتم وتروح متفركشه، ابتدي اقلق اشوف بقى. هنا بقى انا عرفت ابتدي اروح بقى الانسان اللي هيشخص لي حالتي صح، اروح للشيخ فلان اللي هو بيفهم عنده علم، حتى لو ما يعرفش في الرقيه او ما عندوش خبره في العلاج هيدلني يقول لي روح للشيخ فلان. يبقى انا كده برضك مشيت من الاول مظبوط. نعم. الشيخ العالم او شيخ المسجد اللي بيقول دروس علم هو ده اللي اساله، انا دلوقتي عندي كذا كذا اعمل ايه، اروح لمين؟ هيقول لك روح الحته. نعم. او روح لفلان. انت رحت خلاص بعد كده بفضل الله تبص تلاقي الموضوع بقى سهل وفي وقت بسيط جدا. بتعلقك بالله والثقه بالله هو ده نص العلاج. نعم. دايما الشيخ هو اللي اول حاجه يقول لك خلي بالك الشافي هو الله. نعم. الضر من الضر؟ الله عز وجل. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. باذن الله. نعم. الضر ده ما يلحقش بك. نعم. الا باذن الله. نعم. السحر ده هو عمل السحر او عمل اللي هو هيعمله، لكن في الاول وفي الاخر مش هيضر الانسان الا بامر الله. باذن الله. يبقى ده ابتلاء من ربنا. يبقى مين اللي هيرفع عني هذا الضر وهذا البلاء؟ الله سبحانه وتعالى. الله. يبقى اول حاجه الثقه في الله. خلي بالك يقينا ربنا يشفيك. في حاله ممكن تشفى على طول في اول جلسه. اقرا الموضوع خلص. واخد بالك؟ في حالات بتاخد فتره ليه ضعيفه وتعبانه مش قادره، نديها برنامج علاجي وده اهم شيء. نقول لها اقراي مثلا ايات، اسمعي ايات معينه، اذكار الصباح والمساء، فضوء باستمرار. تلاقيها مكسله لا عايزه تصلي ولا، فدي بتاخر الموضوع، بتخليها الموضوع يزيد معاها. فكل الموضوع التعلق بالله. نعم. الثقه في الله واليقين. نعم الله يفتح عليك. بالله. جزاك الله شيخ ايمن. طبعا للاسف يعني مر الوقت سريعا ومعناش نكمل كلامنا، الحمد لله القصه السريعه كده عشان الوقت. ان شاء الله يكون في حلقات ثانيه، ان الموضوع خطير جدا ومحتاج لا حلقات كتير يعني. ان شاء الله مستمرين. فان شاء الله مستمرين في حلقاتنا ان شاء الله قويه. مشاهدينا الاعزاء انتهت حلقتنا النهارده.
وتابعونا على صفحة الشيخ أيمن المصري على الفيسبوك وقناته على اليوتيوب. نشوفكم بحلقة جديدة إن شاء الله السبت القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.